رياضة على إكسبريس اف ام. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس ونبداو حصتنا باستقبال اللاعب السابق للترجي الذهبي التونسي والزمالك المصري وسام العابي. نحكيو على مقابلة اليوم، مقابلة القمة بين الزوز جمعيات. وسام اهلا بيك. مرحبا بيك سلام وكل مستمعي إكسبريس اف ام. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ الحمد لله خويا، الحمد لله. باهي احوالك انت؟ الحمد لله باهي. وسام اليوم ماتش كبير بين زوج جمعيات كبار تعرفهم مليح، انت كيفاش تشوف المقابله بصفه عامه قبل ما ندخل في التفاصيل؟ اكيد بصراحه مش تكون مباراه كبيره بين نشوف زوج فرق هذوما. انا نحكي لك شخصيا نجم ناهلهم اذا تعداوا الدور هذا، نجم ناهلهم اللي هما ياخذوا معناها يوصلوا للنهائي. زوز فرق ماتش مش يكون صعيب بصراحة، زوز فرق عندهم الإمكانيات باش يربحوا، خاطر نشوف الملاعبية في الزمالك ولا في الترجي من أحسن الملاعبية الموجودين في أفريقيا بصراحة. أنا تفرجت عليهم برشا، إن شاء الله روح رياضية بين زوز فرق، إن شاء الله زوز فرق معناها يعديوا مباراة تليق ما بين تاريخ الفرق هذوما. كما قلت لك سلام مش تكون مباراة كبيرة بصراحة، مش نشوفوا كوره معناها، مش نشوفوا كوره بين زوج فرق هذوما. ان شاء الله هذا اللي نتمناه، ونشوفوا بطبيعه الفوز ممثل تونس في المقابله هذه. وسام خلفت برشا جلال في المده الاخيره، بون في النهارين الاخرانيين، صوره على مواقع التواصل الاجتماعي زياره وسام العابدي لوفد الزمالك خلت برشا، يمكن حتى انت حكينا في الاوف قلت لي حتى برشا من حبيت الرجل ما تقبلوهاش. والله اسلام خويا توانش باش نقول لك معناها، انا لعبت في الزمالك ولعبت في الترجي، الزوز فرق نحبهم ومعناها ونشجعهم. اليوم جاوا عباد تعرفهم وصحابك وعشره بيناتكم، لعبت حتى عامين ونص غادي قيت منهم كل خير، عباد يحبوني ونحبهم. اليوم نحن لازم نحطوا الصوره الباهيه والصوره معناها الناس جات مش تترحب بهم، مش زرتهم مش نحواكم لاباس تحقوا شي حاجه. إذا فما عباد ممكن فهمتها بالغلط معناها تريب هذه في الكوره، معناها علاقات بين العباد ماهيش. انا مشيت معناها شنو معناها باش نمشي انا باش للزمالك شنو باش نضيف ولا شنو باش نزيد ولا شنو باش معناها؟ ثم هكاك فما عباد تهول في الحكايه، ثم حكايه عاديه نشوف انا معناها. هذا التاريخ بين زوج جمعيات كبار، هذه جمعيه لعبت فيها وكيما نحب الترجي نحب الزمالك، معناها انا مانيش جاي باش نعطي تكتيك ولا باش نعطي حاجه. الناس كل تعرف تدخل الانترنت تخرج شنو هي فيها الجمعيه. انا سي بابا هذه فما عباد فهمتها بالغلط معناها ومانيش انا معناها ماشي. انا هذوما عباد نعرفهم ريت منهم كان الخير، ما ريت منهم حتى حاجه خايبه، بالعكس فرحوا بيا، هما ديجا فرحوا بيا واستقبلوني. قعدنا نحكيو شويه، فما حكايه حكينا فيها نتاع فرجاني، ممكن فرجاني معناها خاطر هما بصراحه جمهور الزمالك والزمالك يحبوا صحة فرجاني. قعدنا شوية مع فرجاني حكينا على الموضوع هذيك، هي ما حكينا في حتى شيء آخر. لحظة حكيت حبوه وسطوك أنت مع فرجاني على التجديد؟ لا لا لا، أنا تونسي وفرجاني تونسي ويامن تونسي، معناها قعدنا فرجاني فرح بينا قعدنا كذا. والمدير اللي من الكورة عبد الحليم علي معناها هذا صاحبي لعب معايا وصاحبي بالقدام، معناها هذا كان الهداف نتاع تاريخ الزمالك، معناها صاحبي هو مدير الوفد وهو معناها قعدنا نحكيو نحكيو على النادي، نحكيو على التاريخ، نحكيو على الايامات اللي تعشرنا فيها مع بعضنا، برمي الكلام فهمت سلام. قعدنا نحكيو شويه مع فرجاني، قعد بعدين شنو عملت، خاطر ماك تعرف راهو في مصر تو معناها سيرتو جمهور الزمالك مقلوبه الحكايه هذه، يحبوا معناها فرجاني يعاود، ثم فلوس برشا ما نعرفش هذه ما حكيتش في التفاصيل. قلت له فرجاني الناس كل تحبك معناها بصراحه غادي، وانت تحب الزمالك وكان تنجم تعامل عندك شعبيه كبيره غادي صراحه معناها كانت نجم تعاود. انت في الاخر انت اللي تحكم، انت اللي تشوف مصلحتك وين، اما راهو شعبيتك ما عادش تلقاها في جمعيه اخرى، تمشي للخليج تمشي حاجه ما فماش حتى قوم تاع كوره فهم فلوس، نجم تنقص شويه فلوس بارابور اللي جاتك كونترا لبرا، اما راهو تبقى انت الناس الكل يحبوك. وهما صراحه نشوفوا حتى انت سليم قاعد تتبع في الموضوع اللي هما معناها الناس تحبوا برشا والناس يحبوا يعاودوا يصحح واللي فيه الخير يجيب ربي. شنو قال لك في الموضوع هذا وسام؟ والله الموضوع هو متحمس ويحب يعاود فرجاني صراحه، معناها انا مانيش ما عندي حتى دخل في الموضوع. اي نعرف اي نعرف. هما معناها يحبوا معناها العباد تقول لك كلموا خاطر ولد بلادك وواحد وكذا وكذا، بالعكس انا كلمته بني منجم خويا، انا ما تعرف انت في دومين الكوره هذه وفلوس
نجم حتى واحد يحكم. بيان سور. زي قلت له حكيت له أنا هو راهو يحب بصراحة يحب يجدد. أما فما حكايات الأكثرية باش يحلوهم بعد الماتش الأكثرية. يتقالوا يسام مشيت كأنك تغشوا عليك خاطر كأنك دعم اعتبروها منك للزمالك في المقابل. لا 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 ولا راس خويا لا أنا دعم شنو بالعكس أنا نحبها الترجي ونحبها الزمالك ونحب النادي الرياضي الساخسي هذوما جمعيات لعبت فيهم مريت منهم كل خير دعم شنو كيفاش معناها دعم بالعكس أنا فرحت بهم. هما ساعات يحبوا شي قضيه ما تعرف في مصر يحبوا كل زيت زيتونه يحبوا الدقله فرحت بهم معناها حاجه تستحقوا شي حاجه شازيت لهم شازيت لهم وسام والله هذيك اللي حكيت لك فيه والله يحبوا كل حكيت هذيك قلت لهم تاخذوا شي حاجه نجيب لكم شي حاجه والله العظيم يا سلام هذيك الحوايج يحبوها بسيطه جدا هما يحبوا غادي ما تعرف انت في مصر فماش الحكايه هذيا وكذا اللي يقول لي لا اللي يقول لي كذا حكايه صرت على الاخر معناها فهمت؟ العلاقات الانسانيه ظهر لي صحيح الجمهور يبدا متعصب ويحب جمعيته ولكن العلاقات الانسانيه بين الملاعبيه تقعد ديما ظهر لي قلت لي حتى ظهر لي حمدي النقاس كان موجود غادي يسلم على اصحابه صحيح خويا حمدي النقاس البارح يلعب معاهم اليوم يلعب ضدهم اي سيدي العام نحكي لك فرجاني مش لعب زاد في الزمالك في الترجي مو لعب في الترجي بالطبيعه ومشات الزمالك ومشات بعد الترجي تلعب ضد الزمالك في مصر ومشى فرجاني والنقاز سلموا على وقتها رئيس حمد المدب ورياض بن نور ووليد العارم وهبطوها التصوير هذا قبل الماتش صحيح سلموا عليهم ويفرحوا بهم يستحقوا شي حاجه مال الزمالك تكلموا ولا قالوا لهم مش عملتوا ولا كيف هذوكم ولاد بلاد وهذوكم اخوات وهذوكم اصحاب عشره ما تصيرش الحكايه هذه معناها كبرت هي وفما عباد تعرف تصطاد في الماء العكر كما يقولوا وفما عباد فهمتها بالغلط اما جمهور الترجي كبير وجمهور الترجي يعرف الحكاية هذيا انا مش ندعمهم فاش باش ندعمهم سلمت عليهم شنو حوايجكم صفات حقوا شي حاجه والله صدقني سلام شدوا فيا بالفطور وكذا وفرحوا بي على الاخر وما حبيش نقعد برشا خاطر هذوما عباد معناها يقدروك ويحترموك برشا سلام شوف انت القدر اللي عطاهولك والبرة ومعناها من غير ما نحكيه ممكن نحكيه برا من الراديو ثم بيت ثم حكايات راهو معناها ما تلقاش حظك هنا في تونس معناها بيت راهو ما خليهم يعملوا معك عباره انا كورت معاهم 100 عام وهزيت معاهم 200 شامبيونات وعندي تاريخ كبير غادي واللي انا عملت عامين ونص اللي فيهم الباهي فيهم شويه خايب فيهم الباهي برشا العلاقات قعدت باهيه الناس الكل تحبك وهذوما جوارات كوروا معايا وهذوما لما غدوة أنا نطلع عن مصر خويا حتى السلام عليكم الناس تفرح بيك تعرفش الدنيا دي علاقات ما فيهاش لا دعم لا تحفيز لا حتى شيء صدقني سلام ما حكينا حتى موضوع على الماتش وما توا كيما قلت لك انت تدخل الانترنت طلع اش فيها الجمعيه اش ما فيهاش صحيح انا ما حكينا حتى شيء اللي حكينا التاريخ حكينا كذا كابتن يا كابتن اشرف قاسم هذايا المدير ما تعرف اشرف قاسم اسم كبير في نادي الزمالك انا عمري ما قابلته في مصر عمري ما قابلته كي قابلته هنا يا سلام وراس خويا كي قابلته هنا ما خلى ما يهز معايا لا والله ما تفطر والله ما تفطر بحذان والله ما تقعد بحذان يا كابتن انت وخذ النمر نتاعي وقال لي بالله اجى لمصر ويجا بحذان ومرحبا بيك راك ولد النادي يقدروا شوف التعليق يقدروا برشا صحيح يا سلام يقدروا برشا شوف التعليق في اللي كومنتير نتاع المسار ابن النادي ابن النادي وانا اخويا وانا ما تسميش ابن النادي لعبت عامين ونص كما قلت فيهم الباهي وفيهم برشا باهي وفيهم شويه خايب اما ديما يقعدوا كلي على يعترفوا بالجميل حتى لو كان لعبت درج معناها في مش كيما عندنا عندنا برشا في تونس خاصه نكران الجميل برشا هذيك مشكلتنا احنا ديما هكا حكيتنا ما هذاك علاش توا تشوف انت توا مانيش قاعدين نتقدموا في اي مجال في الحكايه هذي انا مشيت معناها برشا هو برشا جمهور ترجي راهو بصراحه جمهور كبير ويحكي اللي لا يا ودي هذا يلعب معاهم وكلي كومنتير فما اللي سب فما اللي كيف تعرف وفما عباد يقول لي هذا يلعب معاهم شيء يزور فيهم واصحابه معناها شنو المشكله وفما كما تعرف فما عباد باهي وسام بصراحه اليوم قلبك مع شكون بينات لا لا قلبي انا مع زوج جمعيات انا خويا انا مشجع وانا نحبهم بصراحه وترجي كبيره نادي كبير غير انا مش نزيد نقول لك معناها على ترجي الناس كل تعرف ترجي جمعية كبيرة تاريخ كبير بطولات ترجي جمهور كبير قاعدة جماهيرية كبيرة الناس كل تخاف من ترجي في رادس الزمالك ريت منها كالخير وعباد نحبهم ويحبوني انا اخويا ان شاء الله اللي يلعبوا الماتش اللي يربح صح عليه وانا اتمنى بيني وبينك اللي زوزنا قام في الفينال يعني انا قام في الفينال خاطر بصراحة الزوز جمعيات هذوما عندهم تاريخ كبير وعندهم ايكيب كبيره وعندهم لاعبيه كبار اللي نجموا يعملوا الفارق وعندهم سيرتو لوفونسيف
ومن الوسط واللي دي زيكيب يمتازوا بنفس نفس الحاجه الباهيه معناها لازم لوفونسيف ومن الملبيفوات وانت طالع ماك الخمسه سته ملاعبيه القدام عندهم بوكو دو كاليتي بصراحه من احسن الملاعبيه حتى كي حكينا شويه مع عبد الحليم قلت له عندكم تيم كبير بصراحه ملاعبيه كبار تحافظوا عليهم هذوما اربع خمس سنين باش معناها تلقى الليكيليبر نتاعها الجمعيه كيف كيف الترجي عندها لوفونديم برمضان وعندها الشعلالي وعندها كوليبالي وعندها بدري والخنيسي والهوني وتوكي هذوما معناها مش يعملوا الفرق اليوم في الماتش ان شاء الله نشوفوا بصراحه زوز قامات زوز جمعيات كبار تاريخ كبير انا من احسن الماتشات منكم تبعوهم في البطوله الافريقيه هذه الماتش هذا ماتش هذا للي ولا الرتور مش تلقى فيه برشا كوره مش تلقى فيه برشا صنعه برشا ملاعبيه عندهم دي كاليتي معناها اسلام هو ماتش كوره 90 دقيقه مش يربح يربح مش مشطوفه سيرتو مازالت سيرتو الاسبيرونس توا عندها افونتاج 4 بوان والزمالك 2 بوان يعني مش يربح يربح ما تبقى العلاقات هما علاقاتهم كبيره معناها التاريخ بين الزمالك والترجي علاقاتهم كبيره برشا مش تفسخ حكايه كيما هكا اليوم ماتش معناها وحبيت نقول لك حاجه اخرى اليوم كان جا جمهور اليوم حاضر اكيد مش تشوف مباراه اخرى وانت تعرف جمهور الترجي في رادس اللي جمهور صعيب برشا صحيح. وجاب بطولات جمهور الترجي جاب بطولات للترجي في اخر دقائق ويدز مع جمعيته لاخر دقيقه انا لعبت في الترجي وريد صراحه جمهور كبير 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 برشا ان شاء الله بالتوفيق اللي باش يربح وان شاء الله نشوفوا مباراه كبيره ان شاء الله اي ما جاوبتنيش لا ما عندي ما نجاوب باهي تعادل تعادل باهي ربي يفضلك ها تعادل باهي لا ما نعرف حتى شيء حتى في 90 دقيقه تو بعد نكلمك بعد الماتش خويا وربي اللي ينصر اللي الناس كله وكاو واضح هذيك صحه شكرا ليك وسام عبدي على كل ان شاء الله المره الجايه نجيب حذاك خويا وانت راك مصلي على النبي عليك ان شاء الله ربي معك ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق خويا يعطيك الصحة شكرا لك وسام العابد اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي وكذلك الزمالك المصري نفكركم حاليا تلعب مقابلة الافتتاحية من الجولة الثالثة اياب للبطولة التقدم بن قردين ضد الاتحاد المنستيري 2-1 في توقيت 62 دقيقة لعب فاصل ثم مكملين في زون ميكست بعد شوي نستقبلوا ضيوفنا الهدف الثالث لاتحاد بن قردين 3-1 حاليا اتحاد بن قردين قدام اتحاد المنستيري هدف سيف جربي فاصل ثم مواصلين